السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخوكم علي باريش. لأول مرة الإخوان غنطلبكم تضغطوا على زر الإعجاب في هذا الفيديو وتبارطاجيوه، وبغيت هذا الفيديو يتنشر على نطاق واسع. اللي عنده شي قناة يهز الفيديو، يهز الأوديوهات اللي غيسمع، يلوح الفيديو في الجروبات الواتساب، ينشر الفيديو. بغيتو يوصل السفارة ولا القنصلية المغربية في موريتانيا. ين على لابوك وين على جدك عويلي باريش، الكلب يخزيك، يعطيك الوضع، يعطيك اللي انت كانسير في الكبد، كانسير في القلب، وكانسير في الكلى. هو دارك طفل صغير، احنا ولادنا ما همش صغار تقتلهم انتم، يلين على والديك مشي ين على جد ابوك. الله يعطيك اللي يوضعك يخزيك. ما راك تهددني تقول لي راك تشوفي ايش لين شوفي وضعك عويلي باريش، يملوا فمك من الحشيش الشريح المغربي المخزني المخنز. الولاد نحن الصغار اللي قتلتوهم ذوك، شنو ذنبهم ذوك؟ عارفين الشي هذوك تخبطوهم بالطيران على جد ابوك وجد امك. السلام عليكم، انا سطر الراي العام الوطني، شحالكم يا كنان؟ راهو فرخ الشلوحة قامي اللي كحل وجه وقت عمره في حجرة، قام صح من البار الشارب اللي لا طوال عمره ان شاء الله اللي نزل فيه البركة. عمره في حجرة ضرو يموت، صح روح من المش ومن الكلب يموت اسبع ميتات، ما محنكتو شريحة وبيو شريح، روحوا انت نمشي سوري. لان انا كانت متعاطفة معه، انا راهو مراق اللي يمشيه بلا حدو، راهو خالي اللي قصر عمره شفي. امين الصوانع عيمي يقلع مولاه مع مطول عمره، مراق حية خيتي يلا رالي ما صح. السلام عليكم، منصة الرأي العام الوطني، واش كيف لقيتكم ياك لباس عليكم، واش كيف نهاركم ياك لباس معكم باس. الا شفت هاي الناس ولا العالم يتكلم عن هذا الطفل اللي نقولوا له لاران ولا لاران ولا ما عرف شنو، يطيح بحاسي ومكب عليه المغاربة في الفيسبوك وفي الانترنت وفي مقيم بها صقاي وقاعد يطيح بحاسي 30 متر. وهذا احنا نعرفوا المغاربة زين ونعرفوا اللي شو عليه، ياك سمعتوا هذه مسألة معدلة بالهاسي بفمه ومعدل رجالي، وكان يقضي معاه يطلع معاه، وقالوا عن فيها 30 متر، وقالوا عن فيها 60، وقالوا عن ما عرفهاش. هذه مناورة معدلة باش يبكوا على العلم ينبشرهم ويلفتوا الأنظار بشي من كذبهم الياسر. وهذا ظهر يقدر ويجي يقول عنهم انقلعت منه النفس، او كيفاش انقلعت منه النفس، وهذا طول عدد الكتاب الحاسي ينشاف ويقدر الماء ويقدر ما عرفاش ويشهر له قد حد قاعد يشهر حاسي قيسر قاعد في الميت يشهر شهر المدرج كامل وهو القادم ما تقتلوا. يا الناس تخموا بعقلكم، ها الناس راهم يجوا على شيء ما يجي عليه حد من خروجه، ياك سمعتوا؟ الانسان ما جات عند هذه الناس اللي خبطت بالنبال، الانسان ما جات عند العليات اللي انتهكوا حرومهم، الانسان ما جات عند الطيار اللي ينحرق من رواقي، الانسان ما جات عند المغاربه اللي يقلع منهم حقهم وينحرقوا، الانسان ما جات عند موت للريف. لا يجي على طفل ما عنده والي ولا تالي وطاح في حاسي وباقي هذا شمل الكذيب اللي لا يمرط به العلم، ومعدل منورة معدلة كبيرة ومخدومة ومزقولين فيها مال ياسر باش يقضى عطش من العلم ويقضى عطف الجزائريين ويقضى عطف البعيد والقريب، ياك سمعتوا؟ وهذا شمل الكذيب ما خلق صحفية دولية تشوف هذا اللي انا بغار ولا مرة كل شيء، والصحافة الدولية ما يخلق شيء ما يجب طرفها عنده. على ما خلى العالم يجي يسمى خلص الطفل، على الحاسد يقضي فيها رقاج ويطلعوه من النص بين ما قد يقضي الحاسد بلا فم بفمه، الحاسد ما هو معدل معدل. هذا الشم اللي كذيب لا يغد بيك من الصحراء ويغد بالعالم ويلي به الوقت ويسمع به الوقت ويطلبوا به المغاربة. هذا باش المغاربة باش يطلبوا باش ما تعرفوا عنهم عادوا قبال العباية على التينة ولا يجد حد على ذي، وقاعد تكمل المرض قاعد تكمل المرض
وتسهوي وتفيتي الركب. السلام عليكم.